مساء الخير عليكم أصدقائي. قبل كل شيء حاب أطلب من عندكم أو من وقتكم شوي، إذا أنت فتحت الفيديو أترجاك لا تتخطى نهائيا، على الأقل اسمع المقدمة، مهمة جدا بالنسبة لي ومهمة بالنسبة لك أنت كمتابع. مع العلم أنا ما أعتبركم أنتم متابعين وأنا صانع محتوى، أقسم بالله معتبركم أخوان لي. الموضوع باختصار شديد، كل ما جاي أنزل قصة يكتبوا لي هواي اشخاص تعليقات، انت ليش قمت ما تنزل بشكل يومي؟ السبب هو انه ما جاي اشوف التفاعل المطلوب على القصة. راح تقولوا لي شلون؟ راح اقول لكم المشاهدات بالقصة تعبر 20,000، 15,000، 10,000، واللايكات ما توصل يعني 2,000 او 3,000. فهذا الموضوع ينطي عاز لليوتيوب ان القصة بدون اي فائدة، يقوم اليوتيوب يشيلها ويحطها بخانة مال منسيات يعني، وحرامات انا جاي اتعب بشكل يومي. انا ما وقفت النشر نهائيا، اقسم بالله عندي قصص كثيرة جدا وجاي توصلني قصص كثيرة بعد، لكن ما جاي اقدر يعني انشر بشكل يومي، القصص جاي تنظلم. فاذا انتوا تحبوني وتريدون تدعموني وتوقفون وياي اريد اسوي تجربة بهالفيديو هذا، وحاب انتوا تساعدوني. اذا تقدرون اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات يعني تم او كلام جميل من عندكم انه انتوا سويتوا الاشياء اللي انا راح اطلبها من عندكم، مشاهدة على أقل نص الفيديو، وأريد بنفس الوقت تحطوا لايك من أول دقيقة. يعني لا تنسى هسه من سمعته روح حط لايك مباشرة، أريد أشوف أكو خلل عندي بالقناة أو أخذكم بالمقدمة وأعرف بيكم ما تكملون المقدمات الطويلة. هو عندي كلام بخاطري بس ما راح أقوله، بالعكس أنتم ما مقصرين وأنتم أخوان لي، ولا ما أنتم موجودين أصلا كان أنا هسه ما موجود ولا صرت نهائيا. أشكركم من كل قلبي. أما بالنسبة للقصة مال اليوم راح تعتبر قصة أجلدكم بيها جلد، قصة مرعبة ومخيفة اجتني من شخص اسمه بدر، والده عنده حلال والحلال مالهم موجود بالصحراء. المهم ما اريدكم تتحمسون هواي، يلا نبدي بقصة. لحظة شبيك طاير بس تريد تروح؟ صلي لي على الحبيب المصطفى، اذكروا لي الله يا جماعة الخير لان الجن على ذكرهم يحضرون وخايف عليكم تلمسون، ويلا نبدي بقصتنا. اسمي بدر، وتقريبا قبل 10 سنين والدي كان عنده ابل، وكان حاط عامل بهاي الابل بمكان بالصحراء الربع الخالي، وباني غرفة بذاك المكان، ومكان مرتب ومريح جدا، وكان عندنا عامل نشيط جدا وقوي. كنت بين فترة وفترة اروح عليه، يا اما وحدي يا اما اني والوالد، اشوف اش محتاج ناقصه شي، المهم يعني بهالامور هاي. الغاية ما بيوم من الأيام هالشخص هذا قرر يسافر لأهله، يقول والدته مريضة جدا وعلى فراش الموت. قام والدي وانطى إذن ورحنا أنا ووالدي نشوف عامل. طبعا والدي بطبيعة لما يختار حاجة ما يبدلها أبد، اختار واحد وكان هالعامل شكله جدا ممريح وأنا ما ارتاحت إله، وقلت لوالدي ما عجبني شكله. رد علي والدي وقال لي احنا من اش وقت نظل نطالع بالمظهر، أنا بالنسبة لي ما يهمني، شايف انه هالرجل هذا بخير. الصراحة كنت اشوف كمية خبث بوجهه مو طبيعية، كأنه ابليس وموجود قدامي. المهم الوالد اقتنع به وبعدين اخذه وراح، وتقريبا 4 مرات رحت عليه. انا كنت بذاك الوقت متخرج وصار لي تقريبا سنة جالس ما لقيت الوظيفة المناسبة. المهم كنت جالس واطلع ويا اصدقاء وما مهتم نهائيا، والعامل هذا ظل بالصحراء ووالدي اللي يتردد علي. بيوم من الايام كنت طالع يم اصدقاء لي، وطلعت تقريبا على الساعة 3 الظهر بهالحدود، وكنت رايح المكان يعني ثاني وبعيد واستراحة ثاني. المهم وانا جالس تأخرت لغاية الساعة 9، طول الوقت تقريبا الجوال ماتي مارن، ويوم اللي مديت ايد بجيبه وطلعته تفاجأت بذاك الوقت ان الجوال ماتي كان منطفي، ما معقولة ما حد اتصل علي، اهلي دائما يتصلون. حاولت اشحنه وفعلا انفتح الجوال ولقيت والدتي متصلة علي وسألتني وقالت اتصلنا عليك هواي وانت ماكو، والدك يريدك وراد ياخذك. قلت لها وينه؟ كانت تقول والدك طلع وراح للربع الخالي. الكلام هذا كان تقريبا على الساعة 8، 9:30، 9 ما اتذكر يعني. المهم يعني تونا ببداية الليل، صعدت السيارة ماتي بعد ما استأذنت من الشباب ورجعت مباشرة للبيت حتى أفهم من والدتي. قالت لي أنت مو تدري بذاك الشهر الكذا وكذا
وعد المهم صارت فت قصة صغيرة، وهسه راح أفهمكم بيها. العامل هذا لما أخذ والدي بأحد الليالي، والدي رجع من يمه باليوم الثاني، لما راح عليه اتفاجأ أحد الإبل الصغيرة كان مفقود. الراعي هذا قال للوالدي أكو ذيب إجا وأخذه. طبعا بالمنطق الذيب ما يقدر ياخذ يعني ويمشي بهالسهولة، لأن هو يعني إبل وكبار، يعني مستحيل هو مو دجاجة حتى ياخذها بسهولة ويروح. والدي ما كان مقتنع وخاف من عنده. المهم وراح والدي يمه، وبعدين ما صار أي شيء ورجع مرة ثانية ومشت طبيعية، وهالمرة هم اختفي واحد. رايح والدي الصبح عليه، ويوم اللي راجع من عنده كان مستاء. أنا كنت هسته ونطالع، ما كنت أدري يعني ليش ما اتصل علي بوقتها، ما أعرف، أو يجوز المكان اللي كنت أنا بيه ما بي تغطية لأن مسكت خط. المهم ما أرد أدوخكم بهاي التفاصيل، لكن وصلت للبيت مثل ما قلت لكم، وقلت لوالدتي أنا راح أطلع وأروح حسه علي للربع الخالي. والدتي كانت خايفة وقالت طلع معصب وقال اليوم أكتل إذا ما حكي، هي الثانية وين راحت؟ وباختصار شديد لا راح نطوب بالرعب. بالنسبة لوالدي إذا تقول له ابنك لو الإبل يقول لك الإبل، كان يحب الحلال بصورة مو طبيعية. المهم بعد ما توجهت ورحت للربع الخالي تقريبا وصلت عند الساعة 12 يعني وحدة. المهم لما رحت لهناك تفاجئت، لقيت والدي بذاك الوقت جالس بالسيارة ومشغل قرآن ومشغل الأضوية مخليها على الحلال. وصلت لي أمه شبيك، لقيته جالس وعيونه مفتوحة وحمر. والدي مو من طبيعته يحب السهر، فيوم اللي سألته وقلت له شبيك قال لي ما بي أي شيء، بس هذا مسوي نفسه مثل المجنون، روح شوف شلون جالس بالغرفة. مثل ما قلت لكم كانت أكو غرفة مبنية من بلوك، والسقف مالتها كان سقف عادي جدا يعني من أخشاب وكذا وقطع مال نايلون وكذا، يعني سقف كان محكم ما ينزل المطر عليك، لكن مو سقف نظامي. المهم دخلت لي جوا وكان ألقاه جالس على أرضية بصورة غريبة مقرفص رجليه ويطالع بيه ويقول أنا ما سويت شيء وهو الذيب جاء أخذهم، وكان يتكلم كلام غريب كأنه مجنون. فرحت على والدي بالسيارة وقلت له، قلت له أنا مو قلت لك ما ارتاحت له، قال لي صار لفترة عندي وكذا. وسألت والدي وقلت له أنت ليه جالس بالسيارة ومشغل قرآن، ليه جالس وحدك، ليش ما تكلمت وياه؟ قال ما فهمت منه حاجة، وبالنسبة للقرآن اللي شغلته شغلت القرآن حتى أهدى، كل شوية يجيني وسواس أني أقوم وأكتله بهالصحراء هاي وأدفنه، كان الحلال عزيز علي. المهم بذاك الوقت قلت له خلاص الصبح يصير خير، أنت ذا تريد روح وأنا هنا اليوم موجود. والدتي ضال باله لازم واحد من عندنا يرجع، والدي قال لي أنت ترجع. المهم قلت له لا والله أنت ترجع. وبعد ما ظليت مصر وألح عليه شغل السيارة وتركني وراح، وقال باكر راح أجي الصبح أخذ هذا ما يفيدني، وأنت جهز حالك تبقى هنا. قلت له هو أنا أصلا أريد أبقى، هو شغل هيك هيك ماكو منا لحد ما يرجع العامل مالتنا السابق. وفعلا بذاك الوقت طلع الوالد من يمي، وبعد ما طلع رحت دخلت للغرفة وسويت شاي وبديت أتكلم وياه وحاول أضحك لأن أنا شاب وهو بعد صغير يعني أقدر أخذ من عنده. هو وين وداهن؟ أخاف باحن، لأن أحيانا أكو ناس يفوتون يعني أهل إبل كذا، احتمال باحن، احتمال عنده أحد. المكان هذا صح ما بيه شبكة نهائيا، بس تقدر تتنقل تحصل يعني بعدة أماكن شبه شبكة، تقدر تدز رسالة تراسل أحد أحيانا يعني مو دائما. المهم ظل يتكلم وياي شوية، وبعدين انقلب عيونه صار باللون الأبيض يعني كأنه جت حالة من التشنج، وبدأ ينفض وينفض هيك بشتافه ويسوي حركات وترجع عيونه عادية. أقول له شبيك؟ يقول لي ما بيه، وخشمه كان يسيل كأنه رشح ويتكلم كلام غريب وصوته يخشن ويبدي يتلوى. أقول له شبيك أنت مريض؟ يقول لي ما بيه حاجة. الغاية ما انضربت الباب، يوم اللي انضربت الباب ورحت أرد أشوفه من اللي ضربها، وطلعت لقيت هواء عالي مطشر الغراض اللي موجودة برا. يوم اللي انتفتت على الغرفة لقيتها ما موجود، تفاجأت من عنده طالع ورايح جالس عند الإبل. رحت عليه وقلت له ليش طلعت وليش جلست هنا؟ قال لي خلاص أنا أجلس هنا أخاف يجي الذيب مرة ثانية ويأخذهم. قوم يا ابن الحلال، صار هوا كذا، قال اتركني وروح. رجعت مرة ثانية عند الغرفة. المهم يوم اللي طبيت وجلست حسيت أنه كل ساعة واحد يجي يتمشى عند الباب مال الغرفة. الباب كانت مسدودة يعني يقدر واحد يفتحها من الخارج، لكن أكو شخص رايح وراد
من قدام الباب وكنت أسمع بس صوت خطواته. ومن كثر ما سمعت صوت وانقلقت قمت وفتحت الباب ناظرت ما لقيت أي أحد. هنا شغلت عقل شوية وبديت أطالع أمام الباب، ما شفت آثار مال أقدام مال شخص غريب، كل الآثار اللي موجودة هي آثاري وآثار الوالد وآثار هذا الشخص. بعدها تركت الباب مفتوحة حتى أخلص من الصوت اللي جاي أسمعه. طبعا مولد كهرباء موجود عندنا لكن ما مشغلينه، في سبيل شوية نقتصد بالمحروقات مات اللي هو الغاز اللي شغله. المهم وانا جالس أشوف مثل النار بدت تشب، هي كانت أكو نار لكن خافته وصايرة جمر، بدت النار مثل الشب تصعد وتنزل. قلت أكيد هل يعني العدن اللي يشتغل هو اللي يشب النار وعلقها. فطلعت لي برا وناظرت ما لقيت حاجة وما لقيت حتى النار، مجرد رماد عادي بالأرض وشوية جمر. شنو اللي جاي يصير ما أعلم. رحت علي أتمشى شفت جالس بعده على جلسته، قررت أرجع ونام بالغرفة. أنا ما متعود على سهر وخلاص أصلا راح يطلع الصبح، خلي أنام لي ساعة. وفعلا مددت بالمكان يعني بالأرض، ويوم اللي مددت ما شعرت غير على صدري شخص يجي ويجلس، كان ثقيل جدا وقطع نفسي. طبعا اللي جاني لا هو جاثوم ولا هو أي حاجة ثانية ولا أنا جاي أتوهم، اللي إجى علي حرفيا جن وجلس فوق صدري، وكان بذاك الوقت أنا يعني ما أعرف شنو كأنه انغرزن بصدري، صرت بالقوة أتنفس وحسيت أن القفص الصدر ماتي راح يتلاقى ويا ظهري من ثقلة. المهم لغاية ما طلع علي الصبح فتحت عيوني ولقيت الراعي متمدد بجانبي، تفاجأت هو شو وقت جاي شو وقت طاب ما حسيت عليه. المهم أول ما قعدت طلعت لي برا شيكت الوضعية، لقيت الوضعية تمام، بس الغريب داير مداير المكان اللي أنا بي آثار مال أقدام، والأقدام ما كانت أقدام عادية، أقدام كأنه مال شخص صغير، يعني لا هي قدمي ولا هي قدم الراعي اللي يشتغل عندنا. ما أعرف كان أكو شخص غيرنا بالمكان وكان حافي بعد، يعني ما كان لابس حاجة برجله، وأكيد أنا جاي جديد على المكان. فسألت الراعي وقلت له هاي الآثار شنو اللي موجودة حوالينا، هاي آثار مال رجل صغيرة مال من ومتحفي. ناظر بوجهه كان يقول لي هذا الذيب. قلت له انت مجنون، انت تستهبل، انت شنو اللي جاي تسويه، ترى البارحة الوالد عداها إليك وكذا وانا ما عديها، وين وديتهم؟ قال الذيب اجا واخذهم. المهم بذاك الوقت شوية جادلنا انا وياه لغاية ما اجي والدي. والدي اجي هادئ جدا، والدتي متكلمة وياه وقال له خلاص اصعد احنا مستغنين عنك، وقال لي انا برجع لك، وفعلا اخذه وراح. وانا ظليت وحدي، سويت لي فطور اكلت، عدى الوقت وتقريبا للعصر اجى علي الوالد جايب لي شوية اكل وجايب لي بطانية جديدة يعني وفراش وهيك شغلات، رماهن يمي وجلس يمي شوي وبدأ يوصيني ويقول لي هاي الصحراء وترى خطرة يا ابني ودير بالك وما ادري شنو. ذاك الوقت كان ينطيني مسدس، قال لي خلي هذا المسدس عندك يعني اذا اضطريت استخدمه. ذاك الوقت ضميت المسدس لان ما احتاجه وخلاص، يعني انا راح ابقى بهالمكان هذا عايش لغاية ما يجي اللي يشتغل عندنا اول واحد. لكن الوصية الوالد كانت الي اذا تسمع اصوات تشتبه لا تطلع من الغرفة الا تتأكد ان اللي موجود بالمكان انسان، يعني كان قصده اذا تسمع اشياء هي مجرد وسوسة شيطان. والدي عنده ايمان بالجن لكن ما عنده ايمان ان الجن يطلع قدامك ويسولف وياك ولا يشكل إليك أو هاي الخرابيط، ما عنده نهائيا، ما كان مقتنع بالفكرة كلها، يقول الجن هو مجرد وسواس يوسوس للبشر لا أكثر. المهم تركني والدي وراح، وبعد ما راح جلست شوية وبعدين دخلت للغرفة وهنانا بديت أسمع أصوات برا، نفس الحركة مال الليلة السابقة، أنا وحدي واليوم متأكد ما موجود أي أحد يمي. وطلعت وبديت أفتر حوالين الغرفة. تخيلوا أنتوا يعني غمض عيونك وتخيل غرفة بداخل الصحراء من بلوك، والصحراء كبيرة وواسعة وما وياك أحد غير بس إبل لا حول ولا قوة، وانت تسمع أصوات مال شخص يتمشى حواليك. دخلت مرة ثانية طلعت المسدس وبديت أفتر، الصحراء عدلة وما موجودة لا قدامي كثبار رملية ولا قدامي أي أحد، والمشكلة إن الصوت مستمر يعني مال واحد جاي يتنقل، لحد ما غلب علي الخوف شوي وقلت خلي أروح
وشب النار عدل، ويوم اللي شبيت النار عدل تقريبا اختفى الصوت، فقررت انه اشعلها زيادة واخلي المكان خلاص يعني نور نور المكان. وتذكرت هو اصلا اكو مولدة، خلي اروح واشعلها، اكو يعني ضوء بداخل الغرفة وخارج الغرفة. رحت شغلت المولد وخلص نورت المكان، وتقريبا اللي يشوفني من عدة اميال راح يعرف انه اكو شخص هنا. وانا جالس بذاك الوقت ما حسيت غير كأنه اشخاص اثنين من بعيد جوي يتمشون، لكن كانوا قصار ولا انا جاي اتخيل. المهم ظليت انتظر بيهم وانتظر وهم يتمشون نفس البعد، ما تقربوا، وكنت متأكد 100% يعني بعد ما ركزت عليهم انه اكو بشر موجودين. ذاك الوقت بديت انادي بيهم وارفع بايدي وما حد يرد علي، ماكو غير ثواني عديدة بعد ما قمت من مكاني. اجت هوية مو طبيعية، النار اللي كانت بالارض والجمر كله تحرك وانطم تقريبا بالرمال، وما بقت غير اشياء بسيطة، والاضاءة قامت تطفي وتشتعل، المولد شغال لكن السلك مال الكهرباء مو يتحرك بالهواء، بدت ترمش وتطفي لغاية ما احد الجلوبات انفجر، ورحت اركض مباشرة للغرفة. جلست امام الباب بالداخل لكن الباب مفتوحة، وجلست امامه ارد اعرف هو اللي جاي يصير شنو، لان الصراحة قشعر بدني من الموقف، ويمكن المكان مسكون بجن، لان الرجلين اللي شفتهم هالشخص هذا يقول لي مالات الذيب، يعني شلون ذيب برجلين انسان. ظليت جالس بمكاني وحاط المسدس بهاي الطريقة وما اتحرك نهائيا، تخيلوا كأنهم متحنط وخلاص، يعني اذا يجي احد اضربه مباشرة وش يريد يصير خلي يصير. المهم وانا جالس وانتظر احد يجي واسمع اصوات، وصوت الهواء والريح غلب علي النعاس. بعد ما نعست ما قعدت غير الصبح، ظهري وجعني نايم وانا جالس. كانت ليلة صعبة جدا ومن اصعب الليالي، بس شكلي راح اتعود لان خلاص ما بدي اتحيله وانا عايش بالمكان. اما الليلة الثانية كانت تختلف اختلاف جذري، بعد المغرب تقريبا اختلط الظلام بالصحراء، الظلام غير. الظلام بالمدينة يبدي من وقت، لكن بالصحراء لان مفتوحة وشاسعة تشوف احيانا مغيب الشمس، وهذا اللي حدث وياي، يعني الاخر لحظة وانا اشوف الشمس جاي تغيب وما حسيت غير ويا ما شعلت النار او شبيت النار اجوا علي اثنين، وذول الاثنين كانت اشكالهم غريبة ومتربنين، فسألتهم وقلت لهم انتم منو؟ قالوا احنا رعاة للابل وقريبين عليك، شفنا نارك مشبوبة من بعيد وجينا نتمشى. الصراحة فرحت بيهم رغم شكلهم مخربط، بس خلاص على الاقل اكو نيس، وبديت اقول لهم انتم وين؟ قالوا احنا تطلع منا، وبدوا يعني شوية يشترون الي وبعدين صاروا يضحكون، قالوا هي صحراء شلون راح ينقول لك احنا وين؟ اذا تحب تعال امشي ويانا ونشوفه. قلت لهم لا خلاص خلوها على الصبح. المهم ظلوا جالسين عندي وتقريبا لغاية الساعة 9 سألوني وقالوا شنو انت ما ناوي تسوي اكل؟ فقلت لهم لا مو انا. المهم ذاك الوقت فعلا ما كنت جوعان، فقلت لهم لا مو انا ما عندي اكل وكذا. قالوا صاحبك كان كل مرة يسوي واحنا نجي نجلس وياه وناكل. فقلت لهم خلاص بعد ما حرجوني بسؤالهم على الاكل، قلت لهم انا هسه عندي حاجه راح اجيبها ناكلها سوى، وباكر انا وعدكم اسوي لكم اكل ما عليكم. المهم رحت دخلت لي جوا وطلعت تمر عندي وطلعت شويه خبز، قالوا احنا ما ناكل هذا الاكل واحنا نشاق وياك، وهاي كانت مجرد مزحه، واذا تريد تعال انت ويانا نسوي لك ما ادري شنو الكذا، ظلوا يلحون. المهم واحد من عندهم قال خلاص انا راح اذوقك من الاكل مالتنا، وفعلا قام وراح يتمشى، والثاني ظل قاعد وانا ظليت خجلان، جايين علي وضيوف انطيهم تمر، بس خلاص هو الوقت متاخر وانا ما مسوي اكل، ايش وقت هسه ذا قمت سويت ايش وقت راح يلحق. المهم بذاك الوقت راح وغاب علي تقريبا 10 دقائق ورجع. يوم اللي رجع رجع بصينيه من الفافون كبيره ومليانه اكل، والاكل ريحته طالعه يعني ريحته سابقته طيب. فجلست بذاك الوقت وانا اكل اكو طعم غريب بالاكل، اكو قساوة باللحم، شغلة غريبة. المهم شوي وكان يقولون خلاص احنا راح نقوم نمشي، طبعا ايدي بعدها بيها اكل، قالوا احنا خلاص راح نقوم نمشي. سألتهم وقلت لهم ليش؟ قالوا شكلها بتمطر، طبعا احنا كنا بموسم بيها وفعلا لكن ماكو مطر نهائيا، يعني ماكو مطر مستحيل.
فقلت لهم لا وين تمطر؟ قالوا مثل ما نقول لك راح تمطر، قوم تعالوا هاي كذا صينيتكم، قالوا بعدين نرجع لها باشر، احنا نرجع احنا جايينك، وراحوا تركوني ومشوا. وانا رجعت مرة ثانية للغرفة، جلست لي جوا وانا حاير، هم شلون جابوا هذا الاكل؟ هو شلون طبخ؟ هم ذولا مو رعاة للغنم؟ زين شلون تاركين حلالهم؟ وظليت اضرب خماس بس داس، لغاية ما سمعت صوت، والصوت كان على السقف كأنه قطرات مال المطر جاي تنزل. الباب كانت مسدودة وصوت المطر بدأ يشد أكثر وأكثر، صوت مو طبيعي وصوت رياح. شوي وكان تهدأ الوضعية، وكان أسمع صوت مال خطوات عند الباب، وكانت كأنه واحد جاي يتحرك يعني أو متعمد يسوي هالحركة هاي، وكان تندق الباب علي. يوم اللي اندقت قلب راد ينخلع من مكانه، صحت وقلت منو؟ كان أسمع صوت واحد من عندهم يقول لي أني افتح لي الباب. جريت المسدس مباشرة من جوا الفراش وفتحت الباب وما لقيت أي أحد، وماكو لا مطر ماكو شي. رديت للغرفة كان الظلام دامس بالمكان. المهم شوي وكان أسمع نفس الصوت مال المطر وهو ينزل، وبنفس الوقت أسمع صوت مال واحد جاي يتمشى عند الباب هناك. وفتحت الباب بسرعة وما كان أكو أي أحد. ويوم اللي طالعت بالاتجاه اللي كنت أنا جالس بيه لقيت شخص واقف، لكن الشخص هذا كان طويل جدا، الطول ما يتعدى 3 متر، وشكله مو طبيعي وكتفه عريض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سديت الباب وتذكرت النصيحة مال الوالد، وبديت أقرب آيات من القرآن. وأنا جاي أقرب آيات من القرآن أحس أن السقف راح ينشال من مكانه، كأنه واحد جاي يدبش بيه بأقدام. وبنفس الوقت الباب كانت ترتعد رعد، كأنه واحد لازمها ويهز به، الصوت قوي ومرعب. وأنا ردد بآيات من القرآن وخايف، خفت أطلع من مكاني ويصير لي شي. وبالنسبة للإبل كان صوتهم عالي، شايفين لما واحد يزعج لواحد الإبل لما واحد يزعجهم يبدون يصدرون صوت، صار صوتهم يعني حيل عالي وصراخهم ما ينطاق. ظليت جالس وجالس وجالس ومن الخوف ما أعرف، المسدس كان بإيدي رميت طلقة، وبعد ما رمت صار هدوء بالمكان. وبين الهدوء وبين أنا خايف كان أسمع صوت همس همس، طبعا هو الصوت جاء من اتجاه الباب لكن أجب نص أذاني، ما راح أقدر أوصفه لكم يعني لأن الصوت غريب. كان يقول لي إحنا نرجع عليك مرة ثانية. وظليت خايف لغاية ما طلع تقريبا الصبح، هستوها عيوني غفت ما أعرف شلون فتحت قاعد، وأنا شنو اللي صار؟ طلعت برا أتأكد وكان أشوف نفس الأقدام اللي صغيرة ومال واحد متحفي ومفتر حوالي. شو وقت يجي والدي؟ زين أنا شلون أترك الحلال؟ أنا سيارة عندي بس ما أقدر أتحرك إلا يجي والدي وأخذ يعني الكلام من عنده. وظلت الساعات تعدي وهسه يجي، صار العصر، صار الدنيا المغرب، قرأت بآيات من القرآن شوي، سويت أكل إلي في سبيل أكل، وخليت النار مشتعلة. واللي حدث هنا شفتهم جايين يتمشون علي من بعيد، لكن يوم اللي وصلوا اختفوا مرة واحدة. بعد ما وصلوا بيني وبينهم تقريبا بال40 إلى 50 متر يعني صاروا وضوح، اختفوا من قدامي، عرفتهم من الجن. أصعد سيارتي وأطلع لو أجلس بالغرفة، ظليت جالس وقلت هسه إذا رحيت الوالد احتمال ينجلط ويصير بي شي، وإذا هسه أنا ظليت جالس هنا لا خلاص خل أجلس بالغرفة وما أطلع. وفعلا جلست بالغرفة وكل ساعة تندق الباب علي واسمع اصوات، لغايه ما قلقت على الابل تقريبا على الساعة 10، قررت اطلع الخوف من عندي وافتح الباب واطلع ويصير يصير. بعد ما فتحت الباب وطلعت اتفاجأت، لقيت شخص جالس بالمكان اللي احنا اكلنا بيه. وطبعا يمكن اسألوني وتقولوا لي الاكل اللي اكلته انت شنو؟ طبعا ما اكلت حاجه، لقيت مجرد مخلفات مال حيوانات بالمكان. شلون جني هالمكان ما أعرف، يعني أنا بديك الليلة ما أكلت، اشتميت وشفت وحسيت أنه أنا جاي أكل، لكن هذا كله كان وهم من الجن لا أكثر. المهم ظليت أطالع وبديت أتكلم، ترى أنا عندي سلاح، أنا ما خايف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومدري شنو. وما حسيت غير أنضرب على ظهري ضربة قوية كأنه واحد شفة كبير وضربني، هي صرخة هي ركض للغرفة، خلاص دولة ما ينمزح وياهم. أريد أقول آيات من القرآن صرت ما أقدر،
أتلكى وتلعثم من الخوف، أحاول أهدي نفسي أخذ نفس، ما كنت أقدر. والحمد لله والشكر بذاك الوقت يعني قدرت شوية أحافظ على توازني، لكن الغريب نسيت الباب مفتوح وما حسيت غير واحد واقف أمامي، رجل بشحمة ولحمة، وهذا كان واضح وضوح تام وغريب جدا، لحيته بيضة وطويلة. قال كل الأشياء اللي جاي يصير وياك بسبب الشخص اللي كان يشتغل هنا، حضرنا وما يقدر يصرفنا وإحنا اللي أخذناهم. قلت له شون؟ قال هم قدمهم قربان إنه. ذاك الوقت هذا جاي يتكلم، من القربان أنت منو وش رايد؟ قال إحنا من الجن وإحنا كذا وإحنا قبيلة وهو استحضرنا وإحنا ما راح نطلع منه، إذا تريد تطلع وأنت سالم أخذ الإبل ماتك ومدري شنو وغادر المكان فورا. يعني صرت خلاص يعني بيني وبينه كلام عادي وما من المحتمل أنه أنا نايم، فقلت بذاك الوقت أقوم وأطلع وأشغل سيارتي وأبدأ أمشي، إذا وصلت للبيت وتلقوني أهلي يعني أنا ما جاي أحلم، أما إذا قعدت فأني بحلم. أتخيلوا لهذا المستوى وصلوني لغاية ما طلعت من يمهم وكنت أشوفهم بأشكالهم موجودين، طبعا هاي مو أشكالهم الحقيقية، هم مش شكلين. ورحت وصعدت السيارة وطلعت. بعد ما وصلت للبيت وصلت تقريبا يعني بعد شوية للفجر، طبعا البيت قعدت كله وبديت أتكلم وكان ما حد يصدق بي. والدي صار يصارخ علي ويقول لي شون تعوف الإبل وحدهم، هذول أكيد جوا عليك وضحكوا عليك سووا نفسهم جن وخلوك تروح، وهسه أخذوا كل الغراض اللي بالمكان، وهسه أروح وهسه ما أروح، المهم والدتي قالت له عاد صلي وروح. وفعلا صلى ورحت أنا وياه، ويوم اللي رحنا وصلنا هناك لقينا كل شيء على حطه وما موجود أي أحد. هنا والدي صدق بيه بعد ما حكيت وياه على كيفي. طبعا لمينا الغراض مالتنا ولمينا الإبل مالتنا ورحنا المكان ثاني، وظل والدي يسرح بالإبل وأنا كنت أروح عليه وأرجع بالليل. قلت له من سابع المستحيلات أبقى هناك، أنا خلاص يعني الصحراء بعد راح أطلعها من حياتي بسبب الموقف اللي حصل وياي. المهم بعدها يعني اجى الشخص هذا ورا فترة اللي هو الأول اللي كان عندنا راعي ومسك، ووالدي كان يتردد عليه وصرت تاني ما أروح. واللي عرفناه أن الشخص هذا اللي جابه والدي يمكن محضر جن بالمكان ومقدم الإبل مالتنا ذنيته قربان للجن. واللي عرفته من المشايخ اللي أنا رحت عليهم لناني صار فترة مثل المس عندي وبديت أشوف تخيلات وأحلم أحلام وكوابيس، قالوا أن الحاجة اللي تسمى عليها أو كذا تكون محروسة من رب العالمين، أما الحاجة اللي تتقدم قربان فخلاص هي قربان للجن، يعني إذا حاجة انذبحت الغير رب العالمين عاد يأكل منها الجن. فبذاك الوقت أنا اكتسبت شوية معلومات عن هذا العالم وعرفت أن الجن يشكلون يقدرون يظهرون بهيئة إنسان، وأنا شفتهم بعيني وتكلمت وياهم. صاحب القصة يقول زين أنتوا هم صاير وياكم هيك موقف؟ هم حاجين ويا شخص وحاسين بيه أنه هو مريب أو اختفى؟ يا ريت إذا واحد بيكم صاير وياه فد موقف صغير يكتب لي بالتعليق، ولأشوف تعليقه حلو جميل راح أرد عليك بفيديو مباشرة، لأن اليوتيوب عنده ميزة هسه تقدر ترد على التعليقات. وحفظنا الله وإياكم من شياطين الإنس والجن، وانتظرونا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.